اقتبس من كلام قداسة البابا واقوله. 2013 تم الاعتداء على الكنائس، وبعدين لما قالوا لقداسة البابا قال لهم وطن بلا كنائس، وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. الكلمة دي أنا والله ما هنساها لك قداسة البابا. صحيح الكلمة دي كانت بتعكس معاني عظيمة جدا جدا نتوقف كلنا عندها، اللي هو إذا حافظنا على أوطاننا، لما حافظنا على أوطاننا مش بقى بنصلح اللي اتدمر، لا ده احنا بنبني جديد. احنا بنبني 14 مدينة فيها المساجد والكنائس وفيها كل حاجة. يبقى الأصل في الموضوع اللي المعنى العظيم اللي قاله قداسة البابا، ان احنا عينينا وعينا فهمنا حرصنا على بلدنا.